السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم 33، متوسط وزن الفراخ بتاعتنا 2 كيلو و50 جرام. حط لهم النهاردة مية بيضة، طبعا من بعد عمر 30 يوم. عايز تحط شوية خل، شوية مرد سموم، شوية فيتامينات، أملاح معدنية، كل الحاجات ده هي ما بتأثرش على لحمة الفرخة، لان من 30 لغايه اي وقت بعد ال 30 ممكن الفرخه نذبحها. فالناس اللي هي بتهتم بجوده اللحمه ونظافه اللحمه، الحاجات ده هي كلها ملهاش ضرر ولا تاثير على اللحمه. الجماعه اللي انا بصور عندهم الفيديوهات ده هي، يعني انا بقول لهم ارفعوا العلف بالنهار، مفيش فايده، لان انا يعني ايه مفترض يا جماعه يعني ايه نرفع العلف؟ نشيله من امام الفراخ. ده معنى كلمه نرفع العلف، ان احنا نشيله خالص بره، مثلا في الحته الفاضيه دي، او لو العلفات دي بتتعلق بنعلقه اعلى من مستوى الفراخ ان هي تطوله يعني. فده كلمه نرفع العلف. طب ليه بنرفع العلف؟ الفرخ في وقت الذروه، وقت الذروه اللي هو من الساعه 12 لغايه الساعه 3، ده وقت الحر بيبقى جامد جدا. الفرخ بياخد العلف، مش قادر، حراره جسمه وحراره الجو ورطوبه المكان والفرشه الوحشه ومفيش تهويه، الفرخ مخنوق. الفراخ عموما تعبانه نفسيا من كل الضغوط دهيت. فبالتالي ده طير عقله مش هيتوقف. ده احنا لما بنكون حرانين ولا زهقانين ما نحبش ناكل ولا نشرب، عايزين نشرب عصير، عايزين ناكل حاجه تعمل لنا ريفريش. فالعلف في وقت الذروه دهوت عبء، زي الرطوبه وزي الحراره وزي قله الهواء. فارفع العلف علشان هو هياخد الفيتامينات والاحماض الامينيه والكربوهيدرات، وهياخد كل الغذاء اللي في العلف دهوت، مش هياخده علشان ينتج لحم، لا، هياخده علشان يقاوم الحر. ليه؟ لان حر. فاحنا ليه ما نخليهوش يزيد؟ وليه نبوظ او نهدر العلف بتاعنا؟ فارفع العلف في وقت الذروه دهوت من الساعه مثلا 10 الصبح، 10 11 كده، ونزل العلف بتاعك في الطراوه على 5 على 6 المغرب، مفيش مشكله، والفرخ مش هيحصل له اي شيء في الوقت دهوت. بيكون في الماء فيتامينات، اسبرين، فيتامين سي تحديدا، فيتامينات عموما، املاح معدنيه، احماض امينيه، احماض عضويه. نزل في الميه عشان الحاجات ديت تعمل ريفرش للفراخ بتاعتنا. فطبعا يا رب نكون وضحنا مساله العلف والرفع والكلام دهوت. ان شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم عن بعض الامور المهمه جدا جدا. تابعوني وشكرا لحضراتكم.